نذهب إلى بورسعيد حيث تتواصل فعاليات اليوم الثاني من رسوم أكبر مكتبة عائمة في العالم بميناء بورسعيد، حيث عقد مسؤول المكتبة العائمة مؤتمرا صحفيا داخل السفينة للتحدث عن التفاصيل الخاصة بها. وقال إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة إنه يعيش على متن السفينة منذ سبتمبر 2022 التي تضم فريق عمل يزيد عن 400 متطوع يحملون 70 جنسية من مختلف دول العالم، وذلك لإيصال رسالة التنوع والدمج بين الدول في جميع أنحاء العالم. كما أكد المدير العام للمكتبة العائمة أنه يتم تنظيم حفلات ثقافية وفنية على هامش استقبال الزوار لشراء الكتب.